ترى في كلام لابن عباس على كلمة قسورة. أيوة. ابن عباس ذكر أن هناك ألفاظ أصلها حبشي واستعربت. أها. مثل قسورة، تسمية الأسد بالقسورة من الألفاظ الحبشية، مثل مثلا حوباً، حوباً كبيرة عن إثم، مثل السجل، هي ألفاظ حبشية، وفي غيرها. جميل. كله ورد عن ابن عباس أن هذه أصلاً ألفاظ حبشية، فهو من ألفاظ الحبشة تسمي الأسد قسورة. وقال أهل الفارس يسمونه شير، شير يسمون الأسد شير، وأهل النبطية يسمونه أويا. الله. بس في كلمة ترى أسد هنا كلام جليل لأهل العلم، وأنا سبقتك بهادي معلش. لا لا والله زين. في الكلام على الأسد هنا أنه يطرد كرمكم الله الحمير، كرمكم الله، في لفتة جميلة ومهمة جدا، اللي هو النفرة اللي تحصم الشخص الذي ينفر عن الحق حمار. يا والذي عنده علم ولا يعمل به حمار، كما قال الله في سورة الجمعة، كمثل الحمار يحمل أسفار. شوف كيف، ترى ما هو عبث، والداعيها سعيد. أيه. والداعي اللي نفروا منها. لا لا، إن شاء الله نقول دعوتكم بلطف، بلطف وبهدوء. لا، هو قوة الحق وليست قوة النفرة. المقصود إن هم ينفرون، الله شبه النفرة كأنها حمار. ولذلك ترى في خطأ شائع بين الناس أو بعض أئمة المساجد، لا أقول كلهم، في القراءة، فلما يقرأ في المسجد يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا خطأ، لأن حمر كرمكم الله جمع حمار، وهي حمر جمع أحمر، حمر النعم، يعني الإبل الحمراء أجمل الإبل. يا سلام. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء.